اهلا بكل حضراتكم من جديد. كنا بنتكلم معاكم عن وصول بعثه النادي الاهلي للمشاركه في كاس العالم للانديه 2021. تعالوا بقى نشوف معاكم من خلال هذا التقرير رسائل من الجماهير لكل لاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق المونديال ونرجع نكمل كلامنا. ربنا يوفقهم وان شاء الله يعني مش هيرفعوا راس الاهلاويه بس يرفعوا راس مصر والعرب كلهم يعني وافريقيا ان شاء الله. احب اقول لهم ربنا معاكم ان شاء الله وان شاء الله تشرفونا زي ما دايما انتم معودينا وان شاء الله يعني عايزين مركز كويس، مش هنقول عايزين البطوله بس ان شاء الله هنجيب مركز كويس فيها يعني ان شاء الله مش اقل من التالت باذن الله. باذن الله هيشرفونا ويحققوا مركز حلو زي يحققوه قبل مع مانويل جوزيه وباذن الله يركزوا وهنعدي باذن الله وباذن الله ممكن نعدي الباير ونوصل النهائي وناخد البطوله ويكون اول فريق افريقي وعربي ياخدها. ربنا يوفقهم وان شاء الله شرفونا ويعملوا كره كويسه وماتش كويس جدا وان شاء الله ربنا معاهم. ربنا يوفقهم ويحققوا لنفس اللي يحققوا للجمهور وياخدوا البطوله. اقول لهم ربنا يوفقهم احنا قدها ان شاء الله، يعني هي البطوله حاجه مهمه ما تترهبوش منها وما تتخضوش ما تترددوش، لا عادي جدا وان شاء الله باذن الله هنكسب وهنعدي مرحله هنوصل لمرحله كويسه جدا 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 واحنا بنشجعكم ويعني مستنيين منكم مجهود عشان نفرح، انتوا بتفرحونا ان شاء الله بامر الله هنعدي اول ماتش وبامر الله نعمل ماتش حلو قوي قدام البايرن، مش مهم نكسب او نخسر المهم نرجع بنتيجه مشرفه بامر الله وباداء جيد ان شاء الله. انتوا قدها رجاله وهنكسب ان شاء الله. اقول لهم شدوا حيلكم يا رجاله وانتوا لعيبه ابطال وانتوا خدتوا بطولة افريقيا ولعيبه عندكم الثقه والثقه عاليه وتملي النادي الاهلي بيطلع لنا ابطال ونتمنى النادي الاهلي يلعب نهائي كاس العالم ان شاء الله وجمهور الاهلي كله معاكم قلبا وقالبا وشعب مصر كله. حابب اقول لهم انتوا رجاله وخدتوا مشوار كبير قوي وقطعتوا شوط كبير قوي، يا ريت ما تضيعوش التعب ده، كل الجماهير بتدعمكم وكل الجماهير في ظهركم ان شاء الله وباذن الله نعمل نتيجه حلوه جدا زي الاجيال اللي فاتت، يعني البطوله مش غريبه عن النادي الاهلي. يعني ربنا يوفقهم ويعدوا يحققوا مركز احسن من المركز الثالث اللي حققوه 2006. ربنا معاهم يا رب ويوفقهم ان شاء الله باذنك يا رب يعني ناخد كاس العالم، مش حلم مش بعيد، وربنا معاهم وتبقى القاضيه ممكن تاني من مجدي قفشه العالمي. هفضل لهم ان شاء الله نقدر نكسب البطوله مفيش اي حاجه صعبه، يبقوا رجاله وان شاء الله يبقوا قد المسؤوليه واحنا 70 80 مليون وراهم وان شاء الله نكسب كاس العالم للانديه. رسائل جماهير الاهلي دايما بتكون يعني جميله للنادي وللفريق وبيبقوا عندهم ثقه، وبرده لو حضراتكم لمستوا من الحاجات اللي اتقالت يعني احنا معاكم احنا في ظهركم اللي تقدروا تعملوه قدموه احنا كده كده عندنا ثقه فيكم، كل دي رسائل جميله بيقدمها جمهور الاهلي للفريق بتاعه، يعني مهما كانت النتيجه اكيد دايما احنا على الحلوه والمره زي ما بنقول مع الاهلي.